نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية، وأكدت خلالها إسهام مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية. وأضافت الوزيرة أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، وذلك في ظل معاناة 20% من سكان إفريقيا من نقص في الأمن الغذائي. كما أشارت وزيرة التعاون إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.